الوقت الضايع أو الوقت بدل الضايع، محسوبة ولا يبقى اسمه وقت، والثانية في الحياة تفرق واللحظة تغير. صعب إدراك الثانية، صعب إدراك التصرف، صعب إدراك القرار، صعب الإيمان بالممكن، أصعب بالذكي اللي ممكن يتعامل مع الوقت الضايع وكأنه كل الوقت. سنة كانت تختلف عن كل السنين، سنة كنا فيها مميزين، سنة فيها إنجازات صار لنا، فترة لها منتظرين، ويكفي أبو حمد قال إحنا على هالأداء مستمرين. صح طبعاً، هاي بلان سمو الشيخ ناصر بن حمد يعني سواه من سنين، ودشنا في تجارب معاه وغيرنا وردينا وصار عندنا مثلاً بيسك نمشي عليه، فالحمد لله وصلنا لتدريب او مستوى انه يكون مقارب حق اخواننا الاماراتيين. لا احنا كنا افضل هالسنه. اي نعم احنا كنا الافضل، بس هم للحين يعني عندهم الخيل اللي يقدرون يردون مره ثانيه ويكونون افضل. يعني من المفترض اليوم في ويندزور مخططين وجاهزين. نعم هو كل سباق بالنسبة له مهم، بس سباق ويندزور طبعا من السباقات اللي احنا نركز عليها كل سنة. يمكن احنا شوي انشغلنا في بطولة العالم وركزنا هناك، بس في نفس الوقت كنا نخطط على هالبطولة ذي والبطولات الواقية. عشان يكون عندنا يعني أرضية صلبة نستند عليها حق اللي بيصير في نهاية السباق اليوم. معايير اختيار الخيل اللي تشارك في ويندزور دائما تكون يعني غير شوي بالنسبة لنا. المجموعة اللي اخترناها ان هي تكون موجودة هنا اليوم سواء في 160 ولا في 120. أبرز المعايير اللي اخترتوها على أساسها كانت شنو؟ والله اخترنا الخيل. كنتوا تبون الخيل اللي شنو؟ لا احنا نبي الخيل اللي عندها الارقام من قبل، هاي الشيء اللي ركزنا عليه، والخيل اللي عندها خبره، والخيل اللي قاطعه المسافات من قبل، يعني مجربه، يعني باختصار الخيل اللي مجربه من قبل وعندها مراكيض وراكضه ومسوي نتائج. هذه اهم الامور اللي احنا ركزنا عليها. واغلب الخيل اللي احنا اخترناها ان هي تكون مشاركه في ذي السباق، يعني يمكن لان موسمنا او سنتنا كانت وايد زينه هالسنه، اوكي؟ فاعطتنا اسماء نقدر ان احنا اليوم نشوفها في ذي السباق ونستانس. يعني نعرف ان احنا الاسماء اللي موجوده عندنا شفناها ونعرفها وخلنا نقول يعني مرتاحين من وجودها في ذي السباق. على عكس يمكن لما كنا نشارك في خيل جديده مو مجربه، ما نعرف شنو ممكن تأدي. بس لا زال عندي سؤال عقب كل هاي الديباج اللي قلت لك إياها، إنه في هاي السنة معاييرنا حق اختيار الخيل أنت تشوفها كانت علشان فوز؟ يعني إحنا كنا نحتاج في ويندزور أو بنحتاج اليوم الفوز بس، ولا لا إحنا معايير اختيارنا حق الخيل كان وراها بغرض أبعد من سباق اليوم؟ هاي بيفرق وايد عندنا في النتيجة اللي بتصير في نهاية السباق. أهم الأشياء اللي ركز عليها الشيخ إنه شنو قال؟ يعني هو دائما يتخوف من الأخطاء اللي تصير أثناء السباق، يعني يعرف ان الخطا يكلفنا وايد. شنو قال عقب هاي المرحله الحين؟ طبعا يحرص علينا ان احنا ما نحصل عقوبه البلنتي، يحرص علينا اليوم تشوفين الارضيه شوي خاطره واكثر الفرسان يعني يمكن على اللفات اذا مو مركز او بدا يظهر التعب على الفرسان، بس اكثر الفرسان اللي عندنا ما شاء الله عليهم عندهم لياقه ومتمكنين، بس ان شاء الله الارضيه ما تخون فيهم. اعتقد نفس ما قلت اللي على الفرسان الخبره الارضيه بتعدي وبعد على الحصان نفسه، على الحصان نفسه يعني في امور ما بتكون في يد الرايدر نفسه. يعني مثلا حصان يدعمك من ورا ولا حصان يطيح قدامك، هالامور لازم شوي تتفاداها. على الهاشمي ما عدت، على الهاشمي ما عدت. انا ما حاطه عذار، بس كلكم تعرفون تروت الحصان كيف، شفتوه في العلا. ايه تروته يعني خلاطه شوي، والتروت اريا هنا عندهم تعبان جدا بسبب الطين والامطار، فما عرفوا له. اي ما احس انه هو من الخيل اللي ممكن تطلع ليم بهالسرعه، خصوصا ان اللي انا اعرفه انه هو يعني فيري ساوند حق هاي السباق اذا ما كنت غلطانه. ليون ما كان ليم، كل من شافه، بس الارضيه يعني أنا أقول لك الأرضية كانت دمار مال المطار وهذا. نعم طبعا هذه آراء الدكاترة اللي داخل. أنت شفت نفس الشيء؟ أنا الصراحة ما شفت تروت الحصان، كنت مركز مع خيل ثانية. أوكي. الحصان يعني تروته شوي في نوع ما، مو ب100%، بس مفروض يعني بي أو يعطونا ري إكزام، إنه يعطون الحصان فرصة أكبر إنه يشوفونه ويتأكدون إن الحصان مو بسليم عشان ما يطلع المرحلة اللي عقب. طبعا هذه راي الدكاتره وهم عندهم حريه القرار. بغض النظر عن اذا كان الليم صحيح ولا مو بصحيح، هو كان من الخيارات المناسبه من عقب فوزه في العلا انه يكون موجود في ويندر. نعم جدا مناسب. شنو المعيار الاول للاختيار انه هو يكون هني؟ اخذ له سباق جدا قوي وتم ساوند عقب السباق، ما تلعوز من شيء، ما بان عليه التعب في العلا. هو طبعه بارد جدا، بارد الحصان هذا، وينفع حق ال 160. واظن يعني قرار سمو الشيخ ناصر قرار صحيح انه دخله هالسباق، بس ما كنا متوقعين ان الجو بيكون كذي والترك راح يكون بهالطريقه. علشان المطر والأرضية تقصد؟ الأمطار والأرضية والطين، يعني أنتم تشوفون قدامكم حتى أنتم ما تقدرون تمشون، فما بالكم أن الحصان وزنه 400 كيلو طالع يوم يحط ريله ينزل. شو مأثر على الخيل كلهم، وإذا بتشوفين السرعة اللي مسوينها 120 الأفرج، يمكن تكتيك المدربين حاطين حق المراحل يعني نقول الرابع والخامسة هون بيكون اللي فيه سرعة، بيكون يعني الرابع أي ما يقدرون يعني يسوون أي شيء قبل الرابعة. إيه ما يقدرون يسوون صراحة، من عقب المرحلة الرابعة والأخيرة هم أظن السرعة بيختلف. الحين مو مساعدين من الأرضية صراحة، صعب وايد. بس إسماعيل ما تشوف إن الأرضية بالنسبة حق يعني الخبرة بتعدي، ما بتكون هي يعني العقبة الأكبر اليوم؟ أعرف إن هي صعبة، شفتها حتى علينا إحنا المثال واضح. أنا بخبرش بس أنا بخبرش عن شيء. إيه؟ يمكن أنت لاحظتي في 160 ما دخلتي، ما شفتي في 120 شو اللي استوى. 120 زادوا سرعة، تم يطيح الشوز وتوهقوا، وهني 160 محافظين على السرعة عشان ما يتلعوزون في الشوز. يعني الحذوة الخيل ضرورية، إذا طاح عنك بيكون بيعطيك الدوت في المراحل، لازم تحافظ. أنا أقول لك ليش إذا أقول لهم يعني المرحلة الرابعة والخامسة بيكون السرعة بيكون أحسن، هل أنا على حسب خبرتي ما أظن بيكون أنت في ونزرة تكونين المفروض يكون 21 ما يكون 20، بعدنا إحنا أدنى. بنشوف الأسماء اللي موجودة في 160. بنقول بولت، ماجيك جلن، صارخة. ماجيك جلن بيكون أخطر، بتنزل صرخة شوي، ترفع بولت، ماجيك جلن وصرخة هني نوعا ما. نعم، إذا صار المحك وكل حصان مفروض يثبت روحه، أعتقد أن ماجيك جلن هو بيكون الأقوى، عشان خبرته ولا عشان نتائجه؟ أنا وياه كنا ماجيك جلن جاي من البلاد وفايز كاس سيد الشيخ محمد بن راشد في 160 على السرعة، يعني أجهز، يمكن إذا بتحسبين يكون أجهز، بس على حسب الوضع اللي موجود لحد الآن الحمد لله هو أموره طيبة. ويمكن هذا اللي بيكون عنده شوي نقطة إنه هو حصان أجهزة. لا ما أتفق، مو بقولنا هو أجهز، أفكر وياك شوي. هو جاهز، صارخة جاية من بطولة عالم مفروض جاهزة، بولت نفس الشيء، يعني الثلاث الأسماء هذه مفروض نقول عنهم جاهزين. اللي بيفرقهم اليوم واللي بيخلينا نحرك صارخة نخليها تحت ونحرك جلن فور جلن ماجيك جلن ونعلي خطوة ونخلي بولت واقف مكانه، هو عامل ثاني مو عامل الجهوزية. أتوقع لا، شوفي بولت شارك في أبو ظبي، هل بولت كان في مثل ما كنا نتصوره؟ لا، في أبو ظبي لا. ليش؟ نفس الشيء. شوفي ممكن ما ناسب المكان هناك، بس شوفي في نهاية المطاف هو رابع، مالي رابع على العالم. لا أنا شو قلت لك؟ أفضل خيلين في أوروبا كانت بولت وصرخة. بولت جاء وشارك في كأس العالم، أنا ما قلت حصان عادي، لا بالعكس، حصان مرشح أول اليوم، أنا حطه مرشح أول، حتى حطه مرشح أول قبل تورك اللي ماخذ كاس الشيخ محمد، صح؟ اي حصان اوروبي هذا الحصان انا شايف مراكضه في اوروبا بطل. بولت، ماجيك جلن، بترفع من بولت ولا ماجيك جلن؟ ما في احد الا بولت. انا بالنسبه لي يعني بترفع بولت نقطه وبتخلي، بترفع يعني ماجيك جلن وبتخلي بولت بدون نقاش اقوى، ورجع عندنا في 160 بولت. نعم ما شاء الله، ثاني اقوى ورجع، كالندريا ما اخذت فرصتها عدل، بس ان شاء الله باذن الرحمن اليوم راح تاخذ فرصتها ان شاء الله. كالندريا وايد قويه في الفنش وتقدر تنافس ماجيك جلن، بس كالندريا نشوف شوي قلبها. ولان كالندريا كانت تطول في الفحص فمو غريب انها تطلع من المرحله الثالثه، مثل مو بغريب سوشي العبد الحق يطلع معاها. سوشي مثلا ما ينلم، اول مره يدش لها المسابقه، مو مسابقه، اوكي مساره معروف يعني التاريخي شوسي، ما تقدر تحطين لا ما كنت بس. اوكي الاسماء اللي موجوده مثل بولت نفس ما قلت، اليوم السباق يعني خلينا نقول خلاص بيننا وبين الامارات، تشوف اسماءنا نقول ايه، تشوف اسماء الامارات نقول ايه، يعني المفروض اليوم سباق 160 او على الاقل اخر مرحلتين يعطونا سباق خرافي وياخذنا حق يعني مرحله ابعد حق سباقات 160 اللي نشوفها في وينزر تحديدا. نعم. بالاسماء اللي موجوده، يعني يمكن العام كان السباق غير، مو نفس ما تقدر تقول نفس الاسماء اللي احنا درسناها وعرفناها وبنشوفها اليوم. العام بعد كانت في اسماء قويه مثل افنير، الماجوري، وفالنسيا مع الاخ عبد الرحمن الزايد، بس هالسنه على اللي اشوفه انا في التراك والسرعات اللي قاعدين نمشي فيها، اتوقع انه هالسنه راح تكون السباق اقوى. صح؟ نعم. والتكهن فيه في خصوصا يعني آخر مرحلتين حتى الآن يمكن يكون شبه مستحيل. واللي خليني أفكر أكثر الهاشم، يمكن أنت تقدر تساعدني، أن الطرفين فاهمين بعض، يعني هم فاهميننا، فاهمين خيلنا، فاهمين شلون احنا ممكن نتصرف، واحنا فاهمين هم شنو ممكن يسوون. نعم. فالمواجهه اللي بتصير في الاخير ما اعرف شلون بالضبط بيصير شكلها. المواجهه اللي بتصير في الاخير اتوقع ان البقاء للاقوى، يعني اللي احصانه في سبرنت هو اللي بيأدي. لك ماجيك جلان وبولت، يعني ذاك الحصان ماجيك جلان بيكون اسرع في الفنش، اسرع من بولت، بيكون عنده السرعه، الفنش اقوى من بولت. نعم. ماجيك جلان اثبت نفسه روحه في ال 120 في دبي يوم يفوز، وعنده ترن فوت، يعني عنده اخر 200 متر عنده سرعه، واحنا دوم نخليه. اذا بتشوفين 120 و160 حتى 160 نفس الشيء، خليناه في اخر 200 وجاوب ويانا. الحصان عنده مثل ما يقولون تيرن فوت، يعني عنده فينش، فصح بيكون اسرع من بولت ان شاء الله يضل. فانا يوم اذا تلاقون ويا بعض إيه؟ مثل ما قلتي. اي من ممكن يتلاقى مع بعض؟ ما تعرفين سباق، ترى بعده مفتوح. هذا 160 صرخه بتلاقيهم والله، يمكن ليش لا، يمكن ليش لا. تتوقع صرخه من عقب بطوله العالم مكانها هني؟ صرخه ليش انا اشوف ان صرخه احتمال تأدي، لان صرخه جهزوها حق بطوله العالم، بس ما ادري شو صادها في بطوله العالم. ليمس الثانيه كان؟ ما ادري والله، كانت ليمس الثانيه عقب الثانيه. اي فالفرس جاهزه، يمكن انها كانت فيها دقه بسيطه ولا شيء، ردوا فحموها جهزوها حق وينزر. ومستحيل مستحيل مستحيل يدخلون بخيل عاديه. صراحه لما كانت في بطوله العالم قلنا الخيل اللي موجوده اقوى منها، بالفعل النتائج اثبتت هاي الشيء. اليوم نرجع نشوف صرخه هني اليوم، بعد ارجع اقول اللي موجودين اقوى منها. اقوى منها، لكن هي صرخه ترى اذا بتردين على ماضيها شوي كانت جو ما ياخذ محمد سبوزي من فرنسا، فرس سابقه في اوروبا، يعني اظن هي يمكن من احسن لها انها تركض هني في اوروبا. اللي نحريه احنا خلينا نحن كان هدفنا ان نكون مستعد للموسم الاوروبي اللي في فرنسا. فكان الخيل في التدريب البسيط، مش انه مجرد يعني مش للمشاركه، حتى كنا نفكر نشاركه في فرنسا مجرد للتكميل. فجتنا اوامر ان نحضر هالسباق ونشارك، فشاركنا. شوفي اهل الخيل يعرفون، هو سمو الشيخ ناصر عارف وضع الخيل اللي في اوروبا كلها. افضل خيلين في اوروبا كانوا تقريبا من سنتين او ثلاث، بولت وصرخه. والشيخ ناصر اقتنى بولت، في نفس الوقت كان يحاول يقتني صرخه. مالك صرخه شويه من نوع الصعب ان الواحد ياخذ منها الخيل، فانا اخذتها بالصدفه. يعني الريال كيف قبل العرض، وحتى كان يعني العرض مش كان هو حاط في باله، لا كان عرض بسيط ووافق عليه. فهن كان افضل خيرين. بس اليوم اذا بنشوف مستوى بولت ومستوى صرخه، احس ان بولت وايد فارق عن صرخه. عادي صحح لي اذا انا كنت غلط. انا ركبت خيل ايش كثر، بس مثل هالحصان ما ركبت في حياتي انا. مثل هالحصان ولا بشوف حصان مثل بولت انا. شوفي يمكن بولت ياخذ اي بطوله عالم في اوروبا، ما ياخذها في يعني مثلا في البحرين او في السيح السلام او في يعني مراكيض لك. ويمكن اكون غلطان. وماجيك جلان ترك؟ قلت لك احط بولت قبله. بطل ترك. ماخذ كاس الشيخ محمد. الحين تخليني اعيد حساباتي وافكر مره ثانيه. لا، انا عارف ان بولت قوي، اوكي. في خيل اوروبيه في خيل أوروبية تشيخ في أوروبا. بس أنا ما زلت أقول صرخة مو بالفرس اللي اليوم نخاف منها. الصرخة من الفرسات الطيبات اللي اغتنيناها من فرنسا. فرس طيبة حاطين عليها مال كبيرة انها تكون خليفة هالة، انها تكون من الخيول اللي اي نعم، انها تكون من... هاي معناته انت تشوف فيها شيء وايد عود احنا ما قاعدين نشوفه. صرخة يمكن ما حالفها الحظ في تركب ذيب، يمكن هي في هالتركات تأدي احسن. ايه بس يعني الاسماء اللي كانت معاها سهل تقدر تقول ان هي اقوى منها في ذاك السباق. اكيد طبعا، بطولات العالم طبعا. والله الفرس كانت معطيه مؤشرات وايد طيبه. هذا الكلام السنه اللي طافت، فالفرس لو تلاحظين بعين وحده ضربها اياها مثل المرض، تقريبا مثل المرض الخبيث، الله يبعد عنكم الشر، فاضطرينا نسوي لها العمليه نشل العين، فانتكست حالتها وردت. انصدمنا من مشاركتها في كاس العالم مع انها كانت معطيه مؤشرات وايد ممتازه، لكن الله ما كتب. جربناها مره ثانيه، ما كانت الفرس اللي نحن نشوفها، فاليوم اول مره نجربها في اوروبا، مش جاهزه 100% الفرس. اليوم مو جاهزه 100%، الفرس مش جاهزه 100%. نحن كلامنا واقعيين، نحن مشاركة اسطبلات ام 7 اليوم في وينزر مش جهوزيتنا 100%، لا جايين للمشاركة مع اخواننا. اما مشاركتنا بالفرس اليوم نبغى نشوفها هل هي في اوروبا افضل عن الامارات؟ انا اقول صرخة بتعطي محمد للرابعة، يعني بتكون لنص الرابعة اوكي يمكن، وعقب خلاص. والله احنا يوم جالسين على الكراسي بنربس لكن يوم راكبين الخيل نعرف شو اداء الخيل. الحين مثلتي راكبه ما تقدر تحللين، ها ما تقدر تشوف من الحين. لا انا اقدر اشوفها، حقدر انا كمضمر وانت كمحلله. اي كمضمر شنو تشوف؟ انا لحد الان اشوف الخيول اللي موجوده في يعني في الاوائل والنعم فيهم، بس بعد لازم تشوف المرحله الرابعه مو بعد، بعد وقت. كل مدرب يفكر يشوف يعني احسن خيله. لا ما اتفق وياك، وهو اكيد كل واحد يعرف شنو قدراته. لا محمد اكيد هذه احسن خيله في الاسطبل حاليا حق ال 160 حق سباق ونزر صرخة. اكيد يعني اذا ما كان هالشيء اكيد ما بيجيب الخيل هنا. والله هو صراحه هو مركز على صرخه اكثر شيء، لان حتى اذا في التروتا اذا بتشوفينه هو اللي يخبل يعني. هاي صدقني من المناظره اللي خضناها في بطوله العالم. اكيد انت كمضمر الخيل اللي مثل ما يقول مرشحه بتكون انت تركز عليه وايد، والخيل اللي مو مرشحه بتخلي لحد ثاني. يعني الحين مثل انا يوم تسالينه بس اتكلم عن الحصان اللي مرشح، وما بخلي جوكي الرايدر الرئيسي الا على شيء اللي مرشح. هذا بعد لازم تفكرين فيها. يعني سالم ملهوف هو المرشح عنده، نفس ما انا عندي سيف هو المرشح عندي. صح. ورغم الجدال اللي صار عن صرخة ورغم كل شيء، صرخة أطلعت من السباق. صرخة كانت ليم؟ أنا كنت أخبها ما أعرف، بقدر باخذ اللقطات لها صعب يعني. قلت يوم طلعت؟ الحمد لله يعني هذا الله كاتب لنا، حد يعترض قرار ربه. انسى الظروف وقول لي عن صرخة. صرخة فرس زين، فرس وايد زين. محمد وايد متحمس قال لي هاي خليفة هالة. صرخه بعدني بحاول فيها في سباق ثاني. اي بس هي مو هاله. لا هاله غير انا قلت لك مو يعني ولا في مستواها، ما تقرب لها صدقني. شوفي انا ركبت هاله، الفرق بين اللي اشوفه يعني انا الفرق بين هاله والصرخه وايد صراحه. اوكي يعني بطق لك لايك. ليش؟ انا قلت اكذب عليك؟ لا يعني لان قلت له محمد تبالغ الصراحه، ما يصير تقول لي صرخه وانا شفت. شوفي صرخه بخبرك وشفت هاله وشفنا هاله، صعب يعني الواحد يقبل الجمله ذي. اوكي لا انا بخبرك، شوفي المدرب تكون له نظره حلو، نظره ثانيه ما يشوفها الرايدر. انزين انا اقول لك انا يعني كمرتين راكب هاله واعرف هاله واعرف مخزون هاله وانا ترى اول مره اركب صرخه اليوم. 3 مراحل يعني انا شو معجب فيها من قبل، يعني يوم سالتك عنها في بطوله العالم كان رايك فيها؟ نعم لان فرس يعني مروتنا انها روحها يعني بارزه عمرها، فركبتها اليوم وشفت يعني الفرق اللي بينها وبين هاله. انا وجهه نظر كرايدر شفته يعني هاله اقوى صراحه، هاله اقوى. الصرخه هي اللي فحصت اول خيل من اللوب الثالث، وعلى فكره طول السباق اقدر ادخل صرخه. انا على فكره ما اشيل ساعه معي لما تكون صرخه معي، لو تلاحظين انا ما اشيل ساعه معي، واثق من قلب الفرس. لكن قلت لك هالسباق ما تحكمين على خيل، يمكن صرخه ما تعوض هاله، بس بعدني حاط امل على هاي الفرس انها بطله. مش يمكن هالميدان مش ميدانها، بنشوف لها ميدان ثاني. وأظن نفس الشيء يحتاج إسماعيل مع تورك من بعد ما طلع من السباق، على الرغم من أنه أنا أشوف وايد صراحة في خيول انظلمت في 160 في 260. في حصان إسماعيل هذا تورك بالضبط مخبى وايد زين صراحة، كان هو يعني على رأس القائمة. هي يعني كاسم إنه حصان بعد مخبى. اي يعني ما في شك حتى في الطين، يعني ما عليه صراحه، ما عليه كلام. انا شفته من هني شفته، بس ما اعرف هناك شو شافوا الدكاتره انا ما اعرف. وبعد ما استغربت يعني يوم طلع الحصان كلنا صراحه. غير هالسباق في بريطانيا ما في سباق يستاهل غير هالسباق. بس وينزر بس، لأن سباق وينزر فعلاً يستاهل. خلونا شوي من 160 الحين، لأن اللي قاعد يصير في 120 حالة من حال 160. في 120 كم أوت، في وان ستار كم أوت، وخاصة اندفعوا 120 طلع وايد خيول أوت، ما روم أغامر صراحة. قاعد تشوف 120؟ أشوف كل شيء حتى وان ستار. إيش رأيك في 120 حتى الآن؟ السرعة العام أسرع بالضبط. هالسنة 23 انجبروا، هم حاولوا يزيدون ارضيه ما قدروا يزيدون، تعرقلوا في الشوز. من عجبك في 120؟ كل واحد بيمدح خيله. امدح اللي تبي تمدحه، ما عندي مشكله. لا والله في مجموعه ما بعد انا مو بانه من عيب. لا قول لي من اللي يستحق ان اسماعيل يمدحه؟ يعني تعرف انت ليه مدحت احد مدحك يعني لا وزن، فقول لي من اللي يستحق ان اسماعيل يمدحه؟ الله يخليك انا تشوفي 120 المرحله الثالثه الحين بيستوي من عقب المرحله هذه اقول شيء بيستوي الحين. لا انا اعرف الشباب مندفعين واكثرهم اذا بتشوفينهم شباب، بس من اللي تبي تمدحه ومتردد؟ والله في كم الخيل بعدني متردد صراحه، بعد ما اقدر اقول ليه من اشوف المرحله الثالثه، لان انا بعد الصراحه متردده بخصوص خيل الامارات. ما اعرف ممكن تميل كفه خيل اف 3 في الامارات. طبعا هم كخيل ككونديشن خيل وكضمر اشوف خيل اف 3 هم الافضل. الافضل صح؟ اي نعم، كصحه خيل بين المراحل. هو الفترة يحبون ال 120 كلن يهالها شيء صغار ووداد. بالضبط، فما قدرت حتى انا احترت ان انا اختار يعني اصلا احد من اللي موجود. اسماعيل عنده امل، بس ما اعرف اذا امله في خيله اللي موجوده في ال 120 صادق ولا لا. ما أعرف. طرف الأمل الخدوع. شوفي الخيول اللي في ال120 حتى ما أبغي أتابعهم، بساعدهم في الفحص، بساعدهم، بوقف بشرف على الخيل. أما الخيل اللي عندي كلهن جديدة، كلهن صغار وأغلبيتهم من الإنتاج. عيل اللي لازم يتحاسب في ال120 اليوم هم F3 إذا ما كانوا أنتوا. طبعا يعني أوراقهم في ال120 أعتقد أنها هي أقوى من ال160. أعتقد أن ال160 تأهيل لهم. فبترشح من F3؟ أنا أرشح F3 يعني. كأي حصان عندهم. أي حد؟ بيكون خطر، أي خيل عندهم بيكون خطير. مو نشاجع؟ حتى لو كان مو بسابق قبل. مون شادو تعرفه؟ ما اعرفه والله. اوكي. ما تابعت اللسته ذي مالتهم، شنو الخيل اللي مشاركه ما اعرفه. بس في ال160 اسماعيل بيكون خطر. وفعلا اسماعيل خطير، بس ما اعرف اذا الثاني بيقدر يعوض غياب تورك الحين. خلي في ال120 قبل لا نروح حق ال160. بس شلون بنعرف مستوى صداره الحين؟ لانه مهم نعرف شنو اليوم ممكن تأدي من بعد ما كانت فارقة عند الأصايل. أنا وايد استانست إن سمو الشيخ ناصر خذها الصراحة. صدارة؟ يعني اختيار لا جدا موفق. فرس طيبة، فرس جدا طيبة. جدا موفق. يعني هي كانت عند الأصايل راوتنا شيء حلو، فلا بالك إن الحين صار لها شفتنج وصارت عند أبو حمد. يعني شنو ممكن نشوف منها أكثر من اللي شفناه في السباقات اللي سوتها؟ أكيد بنشوف منها. وهي ما كان عندها خبرة. ما كان عندها خبرة، وغير البروجرام اللي يختلف عن تدريب الأصايل وتدريب. بالضبط. إي نعم. كذا سباق نشوفها. وتعيد وتركض مره ثانيه، هذا اللي خلى ابو حمد الله يطول عمره يعني يشتري الفرس، والاهالي يستاهلون، هذا اكبر دعم لهم. بس صراحه اقول لك شيء، الفرس متغيره ككل، يعني ككونفورميشن ككونديشن، الفرس صراحه متغيره. فاللي شافوها وانعجبوا فيها في البحرين اليوم يعني الاعجاب بيزيد. اي نعم اكيد. انا صراحه انبهرت اليوم، وان شاء الله الله يوفقها ان شاء الله وتفوز. وهي افضل اوراقنا في ال120 حاليا. نعم. وعندنا طبعا عبد الحق اعتقد عنده راس شمس يتاهل. إيه؟ لازم نحافظ عليه، فلازم يتاهل. تنظر للرايدر واللي شو اسمه المستويات الابعد، فخليناه يتاهل عليه بالراحه بالسرعه اللي هي تريحه، وبتشوفين ان شاء الله بيكون محق. لازم يدش في 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 في, في السباق، نشوف له سباق من السباقات اللي تناسبه ونحطه في محك، يعني يكون اخر محك له قبل بطوله العالم. اذا حسب وجهه نظر سمو الشيخ ناصر ونظرته دي وكان له نصيب في بطوله العالم، يمكن يكون مشارك في بطوله العالم. انا ما بسالك عن شمس لان اعرف ان غرضك امس منه ما كان انه هو يعني ينافس وينضغط، صح ولا لا؟ إيه؟ فبخلي شمس في حديث المنافسه شوي بعيد. الفرس، وقلت هالكلام لأن اللي أشوفه يبين أنها قادرة تنافس ومو بغريبة عليها تفوز. الفرس تعتبر جديدة، شاركت في البحرين، سوت يمكن سباقين كلها ب18 افريج سبيد، فهاي أول مرة تنحط بهالموقف. الصدارة مو بأول مرة تنحط في هالموقف أكيد. يعني الفرس تمرن، نشوفه تمرن عندنا من سمو الشيخ ناصر، فرس طيبة مختبرين، يعني يحتاج ضافة الامتحانات، ضافة الاختبارات اللي حطوهم لها والتمارين، واكيد التجهيز اللي يعني كانت فيه علشان توصل اليوم هني من عقب ما كانت عند الأصايل. اي نعم. أبيك تقارن لي وضع صدارة بالبقية اللي موجودين معاها في المراحل. والله ما أقدر أقارن لك. يعني شنو قاعد تحس؟ الخيل لحد الآن يعني ما أعطت مؤشرات. إنها تعبت ولا خفت. وهي كانت ملفتة الصراحة. هي كانت ملفتة كانت فارقة عن الخيل السباقات، يعني كانت فارقة، أدائها طيب. ما أدري أنا كم فحصت الفرس اليوم، بس فرس فارقة، فرس طيبة يعني. وضعها ممتاز، وضعها ممتاز، والفرس زينة وفريش، وإن شاء الله يعني ما أعتقد بيكون عندها مشكلة على هالبيس. الشيخ قال شنو خطتها حق المرحلة الأخيرة؟ والله المرحلة الأخيرة أكيد ما في خطة، يعني نفس ما احنا بنزيد البيس وما بيزيدون البيس. بس اللي بيصير الحين ما بقول مو متوقع، لأن قلنا اف 3 بيكونون خطيرين. كنا طول السباق نقول ان في ال 120 اليوم اذا في احد بيكون محاسب فهم اف 3، مو احد غيرهم. محاسب من اي ناحيه؟ محاسب على نتيجه. والله احنا داشين السباق بدون ضغوطات يعني الصراحه، لان الخيل اللي مشاركه تقريبا هاي الفرس مثلا اللي كانت متصدره، اي فرس اول مره تخلص مسافه ال 120 في حياته. فرس عندها مرحلتين في يوستن بارك في رشفورد وطلعت ليم، واليوم اول يعني حتى جدولها كبرنامجها مو برنامج ان الفرس تصير تفوز، بس الفرس في التمارين عاطي مؤشر ان انا بطله، يعني عادي بنافس، لو انا ناقصه جهود بنافس. زين وش صار فيك لما صار الاستبعاد؟ ما توقعته صح؟ لان كانت معطى مؤشر ان هي بتطوف الفاحص. ما شاء الله الفرس كانت طيبه ويعني كانت زينه، بس ما توقعت انه ما تفحص، بس الحمد لله. ما تعرفين يمكن الفرس متنرفزه ولا شيء، فالحمد لله. ابهرت اليوم صراحه. صراحه اي يمكن يعني والحصان اجهز وماخذ وقت اكثر ومسوي 160 في كاس محمد صار يكمل، يعني بعد ما قصر يعني الحصان. علشان كذي اقول لك انه يمكن مجموعه اف 3 اليوم مقارنه بالبقيه اللي موجودين سواء كانوا من ام ار ام ولا ام 7 ولا حتى من البحرين، انا يعني شوف الاسامي متكافئه كلهم. الحصان هذا مكمل، الشميمي مكمل في البلاد، خيول البحرين مكمله في البحرين، خيول ام 7 مكملات في دبي. بس اذا بناخذهم بعد خطوه اعمق بنشوف يعني مقارنات السباقات اللي كله متساوي، كله متساوي، بس الكواليتي يفرق اليوم. كواليتي الخيل، عندك حصان زين بتسبقين، مو كمدرب اليوم الكواليتي بين. ليش؟ لان الخيل كلها سايره بيس، يعني ما يعتبر بيس سريع صح، الارض ما صعدت القوي أبداً. وبين في الاخير يعني يوم فتشوهن يبين القوي، يعني الحصان القوي. وانت شفتوا شلون الكل دخل، يعني كانت مجموعه كبيره، ما كانت مجموعه بسيطه على فينش في وينزر في 120 مثل ما احنا متعودين. صح كلامي ولا غلط؟ ما شاء الله الخيل اللي وياي كلهم ما شاء الله خيل بطله يعني، وما قصروا كلهم يعني، والحمد لله يعني تمينا وياهم. انا كنت يعني حاط حصاني ورا الخيل، قلت خلاص يعني اخر 300 400 متر بجدم حصاني، اذا في بجدمه، والحمد لله ما قصر يعني حصان. بس هالحصان اول ما دخل الاسطبل اول يوم الشيخ لو تشوفين الشيخ حمدان بن محمد تصور ويا الحصان وقال هذا حصاني والله بتشوفونه. اي نعم. اوكي. اول سباقات يعني كان الحصان يعني يستبعد، يعني ما كان يعني بعد مو مهيأ. عطانا البرنامج قال ردوا البلاد مرنوا وهذا، الحمد لله اليوم اثبت في سباق ملكي يعني. بس انت جايبه اليوم من الصبح يعني تشوف 120 يفوز الحصان. اي تشوف هاي الفرق. يعني في جاهزيه انه يفوز. اي تشوف هاي الفرس هي جايبه عمرها، هي يعني راوت انه زين ويت. اما الحصان جاهز كتمرين، جاهز الحصان. اما الفرس مو بجاهزه كتمرين، فرس يعني هي بطلة، هي يمكن أقوى عن الحصان، أحسن عن هي الفرس، يعني كانت بين أقوى عن الحصان. ما شاء الله فرس وايد زين وفرس جديدة، يعني أول سنة تنضغط لها بيكون لها إن شاء الله. وإذا على كلام خليفة فهو يقول إنه يعني قبل لا تدخل هي ارتبكت لما دخلت. صح، تمت نيرفس وايد. تمت يعني من السرعة، تعرفين مرات شيء من الخيل السرعة لو بالأخير يتم حار، يتم نرفز. فهذا الشيء وكله توافيج ونصيب، يعني الحمد لله. إن شاء الله فرس بتشوفونه السباقات الجاية بتكون اسم قوي يعني إن شاء الله. بس يمكن لو بنعيد النظر بعد مرة بنقول لا، يمكن الكل كان في نفس المستوى اليوم. بكل أمانة اللي بيكون له اسم بإذن الله، اللي بيكون له اسم للمستقبل من بين الخيول كلها المشاركة في 120 الحصان اليثالي. اليثالي. اي نعم. الحصان اليوم كل الأشياء تصير من ضده. الحصان منرفز، الحصان يجر ويفحص الأول، وأشياء واجد تصير لها الحصان. حصان عمره صغير في السن، عمره 8 سنين، أول مشاركة ينضغط فيها مع خيل يعني عندهن خبرة أكثر عنه. هذا الحصان اللي هو ممكن أن يكون نجم في المستقبل. أما الباقيات في مجال الخيل يتطور، وفي مجال الخيل هذا مستوى. صعب جدا في أي سباق نقول أنه هو السباق بدون أخطاء، ما نقدر نقول سباق بدون أخطاء، بس هل هاي السباق واللي شفناه اليوم بحكم كل شيء صار نقدر على أقل تقدير نقول سباق بدون أخطاء عادي؟ لا لا، ما في سباق بدون أخطاء، ما في أي سباق بدون أخطاء، ما يمر سباق. المدرب اللي يقول لك أنا ما غلط هذا مش مدرب، كلها ما تشوف. صدارة أخفقت في شنو بما أن هي كانت المرشحة الأولى من البحرين؟ الصدارة؟ والله وايد اشياء، يعني نظري لها بالنسبه لوجهه نظري يعني مثلا ما فقط صداره، بالعكس هي تطورت وايد. بالنسبه لي انا تطورت وايد الفرس، وامس كانت يعني مواريها وايد طيبه وفارضه روحها، وحتى الفرس يوميات المرحله الاخيره مو بتعبانه كلش، بالعكس كانت فريش وعينها وايد زينه. اللهم انها هي نزلت، ما حلف الحظ انها هي تخلص، صارت نزل القلب 66 وردت ارتفعت مره ثانيه. بس هي ككونديشن الفرس عقب السباق ما اخذ منها شيء، بالعكس هاي الفرس ان شاء الله لها مستقبل وبتشوفونها في سباقات ان شاء الله افضل. مثل ما بنشوف فرس عبد الحق لها مستقبل بعد ما وصلت رابع، لأنه يوم وصلت للأخير معناته هي كانت يعني قوية بشكل أن هي تحملت الأرضية اللي أمس، ويعني كان صعب على الكل أنه هو يتحملها. فهذه الفرس هاي العناصر اللي أعطتني إياها الفرس، بعدين يوت منول صار في تكافؤ بين مستوى الفرس والمستوى اللي قدمته منول معاها، لأن أمس لو كان في نص غلطة ما كنا بنشوف هاي النتيجة في الأخير. صح، عدل. لكن الفرس أدت، يعني شفتها إن هي فتحت بس إن ما عندها الفنش، يمكن كان قاصرها الخبرة، لأن هي مثل ما قلت لك الفرس ما راحت هالسرعات قبل، فيمكن هاي كان الديسادفانتج عندها. في كل الأحوال الفتري كانوا يستحقون الفوز وفازوا. بس أنا أقول لك الحين بعد السباق لو يتيني في نص السباق بقولش ما اعرف شو الحصان، يعني مراولنا اداء وايد زين، ما نعرف. كل مدرب من الاسطبلات الكبار اذا يعرف حصانه ما بيسوي نتيجه هنا ما بيجيبه. هو يمثل، كل واحد يمثل، يعني تعتبر يعني كل اسطبل هذا رئيسي، اسطبل مدعوم، يعني ما بيجي السباق وينزر بيجيب اي حصان، وخصوصا هاي سباق خليفه. اكيد يعني هو مؤدي الحصان عشان يجيبه، سباق الفوز فيه مهم، عرفت؟ سباق مهم، بس الصراحه مو سباق مهم، انا اقول لك الصراحه الموسم هذا الموسم هذا اقول لك الصراحه ما في روح، اقل عن ما في حفوز قبل صراحه. ما في روح، ما في روح بدون الشيوخ، ما في روح، البلوك الكل من الوضع غريب عليه. ما اعرف حد يهمه حد يهمه، بس اقول لك الوضع يعني مو هو اللي صراحه مو ما له طعم نفس قبل، مع ان احنا سابقين المفروض اقول له طعم، بس لازم يكون له طعم لان اليوم له طعم. هي بس يعني قبل كان يعني ونزر لا هي عارفين كنا اخذين يوم هنيس اسد سباق استبعد وهذا عارفين لا زبيب صار يا اسد. هني كانت حفله استوت هني يعني استوى جو. اليوم اوكي يعني حلو، احنا انتهت كل السباقات. لا هو السباق الحماس كان ومعظم من اللي نشوفه الحين في 160 ما بيكون فيه حماس، واكيد اذا في اسم يترشح الحين بيكون والله ترشح بولت اوت. بولت اوت؟ بولت اوت؟ والله تحرى خطف صدق؟ صدقين؟ والله تحرى خطف. يوم شفته هني؟ ما صدق. لا صدق اوت؟ لا يومنا خبر استبعاد بولت ما شفناه في الفحص، واتوقع ان هي كانت يعني الصدمه الاعظم بالنسبه لنا في سباق امس، على الرغم من الاستبعادات اللي صارت وعديناها، عرفت يعني تجاوزناها، بس صدمه بولت يعني تجاوزها طول ويانا شوي. تبي نتكلم الحين؟ ايه صح. طبعا استبعاد بولت اثر علينا، كانت ورقتنا الرابحه في 160 تقريبا. قول لي انصدمت نفسنا ولا لا؟ والله شوف هي مب يعني هي صدمه، لان هالحصان امس هو حصان يعني حصان عالمي، مو باي حصان، بس امس لو لاحظتي يعني ان اغلب الخيل استبعدت. صح؟ اغلب الخيل. يعني المشكله ما اتوقع ان مثلا بولت كان يعني ان امس مع الشراطه يعني لو طالع اخر مرحله ما اظن يعني ان امس كان يومه هو بولت كان يفوز يعني ما غير الاول ما بيشوف امس مع الشراطه كل اموره يعني فوق الممتاز، بس سبحان الله بس الارضيه امس ما خدمت الخيل كامل. انا قلت اكثر واحد في خاطرك بقول محبوب بولت انه طاف. منو بقى؟ مارلت ماجيك مو مالنا. لا طلع ماجيك. اي لا ماجيك الثاني، في ماجيكين. منو راكبنا؟ منصور. اي هذا الحصان. انا هذا الحصان زين. وبعد من بقى؟ يعني بعد الاستبعادات زين؟ يعني احس البحرين خسرت 120 و160. والله صراحة البحرين أمس يخافون صراحة، جايبين جيش. أسماءنا كانت حلوة صراحة، جايبين مجموعة وأسماءنا كانت حلوة، يعني أنا شفت أسماءنا استانست لأن أسماءنا كانت ممتازة. الحين السؤال، هل مارلت مع عيسى بيقدر يحمل كل هالضغط؟ كلهم صراحة كلهم كنا معتمدين عليه بدون استثناء أي راس صراحة، كل الخيل كنا حتى كالندريا شيطان كلهم بس يعني سبحان الله يعني تغيرت الخطة لما وصلت لوين؟ لبولت، عقب بولت وصلت لمارلت يعني تدريجي، من لايون من طلعت لكالندريا عقب يعني وصلنا الخطة كذي تدريجي، يعني كان أفضل خطة بتوصل لها بولت، بس ما توقعنا هالشيء. أنا قلت حق بس يعني مارلت ما قلت حق الجناحي المرحلة الرابعة الثالثة أظني أو الرابعة، قلت له يا أخي حصانك سووا له بنل، سووا له بنل. قال لا حصاني ما سووا له بنل، حصاني من اول ما خب طاف. يا اخي مو بشاكين فيه الحصان؟ قال لا اللي هو اي حصان؟ بولت. صراحه انا شكيت يعني ما اعطى مخب اللي يريحك، يعني نفس حصان اسماعيل خب، مو يعني مو كل خيل المرام، بس حصان اسماعيل خب يعني اكثر مرتاح، وهذا خب هني تحراهم عاطينهم بلل اثنينتهم. اقول حق جناحي حصانك ما خطوه بنل. في اي مرحله هاي؟ يوم استبعد سعيد سالم الهوف. اوكي. نفس المرحله الثالثه اظني كانت ثالثه هي هاي. طلع قال بيرد بيخبط. رد خبط اظني طلع اوت. اللي في المنافسة نشوفهم هالثلاثة، أرتشير متصدر مع منصور الMRM، وصج مثل ما قلنا إسماعيل في 160 طبعا خطير. أرتشر سبوق بحكم أنه مركب في البلاد وجاي في الست الأوائل أو الخمس الله أعلم، بس هل حصان يركض في كاس شيخ محمد، حصان يركض وبشرش مطرش لي مسج وحمد بارها في الليل. زين المسج هذا بتقرينه ولا اخليه شيء؟ اكيد ابي اقراه اكيد ابي اقراه، هاي مفاجاه ترى. انا ما طلعته قبل عشان لا الحين وقته. اي صراحه اتفق عاد انا ما بقول لهم هاي المسج اللي عقب ما يخلص السباق لين الغايه تتحقق ان شاء الله. اوكي وغير MRM من الامارات موجود AD الM7. حصان جديد مش مطالب بالفوز اليوم، هو هالحصان متأهل حق بطولة العالم الناشئين، اليوم طالب ان الحصان يؤدي اداء طيب. هو بعد طلع من الثالثة يعني كان عنده سوابق في انه هو ما يكمل. في ظروف في كأس العالم في اسبانيا خروجه من السباق كان اكبر ظلم بالنسبة لنا. شنو كان؟ شوف في النهايه هذا قرار الدخاتره ياخذونه. انا كنت موجوده بس اتذكر. الحصان دخل الركزان. الحصان كان نبضات قلبه 56، تعرفين انت ياخذون اول شيء القلب كان 56. اي صح لما تكلمنا عن مشكله الساعه صح؟ لا ها في الركزان. اوكي. 56 الحصان خب ورد كل شيء تمام. الايتشوي القلب الثاني كان تقريبا 50 او اقل. فطلبوا الميتابوليك قالوا والله ما نعرف لكن هذا قرارهم. حصان طيب حصان. من البحرين مارلت واللي معاه عيسى، وما اعرف اذا فعلا بيقدر يجتاز المحك. وعندنا طبعا مارلت الحصان مارلت. ايه اي نعم بعدها حصان معاه وهو حيله كلهم مع بعض تقريبا. اي نعم مارلت حصان بعد راكض كذا مره عندنا في البحرين ومجرب ما شاء الله اموره زينه. مع ان اللي عرفته ان ما كنتوا متشجعين مو متشجعين يعني انتم تحسون يمكن في 120 اضمن له من 160. لا الشيخ ناصر هو اصر انه يتم 160، هو الوحيد اللي اصر هو جعفر. من كذا انا كنت اقول لك ان في مجموعه كانوا يشوفون حق اضمن نروح معاه ال 120. ليش تعرف ليش راحوا حق ال 120؟ يعني بالنسبه الوزن، اما لان 160 ما حد يقدر يركبه الا انا، يعني طالع كم وزني انا؟ صح وايد 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 قليل ترى وزني، يعني تعرف كم كيلو حطيت على الحصان؟ قاعد؟ لا تبى اقول لك كم؟ 26 كيلو حطيت على الحصان. ايه هاي شيء مو بسهل ترى وزن. عرفت؟ الحصان يعني يركض في البحرين على وزن 60. سباقات جونيور عرفت صح؟ سباقات محلية، بعضها ما في حتى وزن في البحرين. سباقات محلية. يعني في فرق. ولأن في فرق يعني الوزن فعلا بيأثر على اللي بيصير الحين. بس إسماعيل صج وصل أول، بس رغم كل ذي ما كانوا مركزين اتوقع على الليم، بس اللي صار شيء ثاني. ايه هالحصان، شوف هالحصان، عرفت؟ المعلومه اللي وصلتني ان الحصان من عقب المرحله الاخيره، من عقب 5 كيلو او 6 كيلو الحصان طاح الشوز ماله. الشباب بلغوا الفارس، والفارس كمل على سيره. يمكن هني الخطا، يعني الواحد انت اوريدي عندك فرق، بس هو ما طلع ليم هني. لا لا بس شوف الليم هذا شيء ثاني، يعني هو ما طلع، يعني اقول لك هم خايفين من شيء واللي صار شيء غير. الحصان مرتفع قلبه، مستويه، اكيد في الم. اوكي صح، بعد صحيح، هاي يصير الحصان متالم عادي يرتفع قلبه. يمكن حصان المرم اللي صار ان الشوز ماله طاح، فيعني اوكي هاي خلى على صوب وصارت ظروفه وتم استبعاده. بس الفنش اللي صار بين مارلت، انا قلت مارلت يمكن ما يقدر على فنش نفس كذي في ذي السباق، عرفت؟ وفاجأني المستوى اللي قدمه للاخير. الحصانين اللي وصلوا كان مستواهم نفس الشيء، ما تقدر تفضل احد على الثاني. يعني الفرق كان بسيط جدا. قلت لك فكرنا وفكرنا وقلنا من غيرهم وكلهم طلعوا، واللي صمد بينهم اجي. حصان زين، على الاقل برد قلبك من اللي صار له. لا 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 والله انا مستانس من خيلي بكل امانه. قلت لك خيلي مش جاهزيته انها تشارك في السباق تنافس بهالقوه، لكن ما قصرا. الخيلين ثاني ثالث في ال 120. خيل جديده، خيل مغموره جديده بالضبط. ايه، وادي في مستوى الخيل اللي ثاني ثالث، بس ادي من نوع الخيل اللي اشوف انا يحب المسافات الطويله. الحصان مخه قوي بمسافه طويله. وقلت لك الحصان اللي صار له في كاس العالم، يعني الواحد ما حد قرار لجنه، اما الحصان يبين في اسوء تراك اليوم. يعني تعرفين اليوم تراك مش سهل، صح؟ وارضيه المخم مش سهله، صح؟ واللجنه مش سهله، صح؟ هاي علامة زينة لهالحصان ان نحن حطينا ثقتنا فيه، بالرغم اللي صار له قبل، ان اليوم على الرهان هالحصان. شنو اللي فرق بينه وبين الحصان الثاني في الفنش، عرفت؟ يعني هي كان فرق بسيط، صعب جدا تقول انه في حصان بينهم كان افضل من الثاني. ما في فرق خشم في الفنش، بس هاي الفرق. خبرة فارس، يمكن الفارس اللي عندنا يمكن يكون عنده خبرة أكثر شوي. أظن أن هاي اللي نفع، لأن هو يعني ما كان محتاج أنه هو يكون قدام مارلت، بس في الأخير يعني فرق، وفرق فرق بسيط، بس يعني فوز. أنت كنت تقول لحصان عنده مخزون بيوصلني، أو كنت ما قست هاي بالضبط؟ لا ما يصير ما قست. لو ما قست ما وصلني لخط الفنش بهالطريقه. يعني وايد خيل توصل لخط الفنش، مستحيل توصل نفس هالطريقه. داش فل قلب انا. يعني شلون ما اعرف الحصان؟ لا بالعكس اعرفه. لا ما قلت واعرف المخزون. يعني حتى كنت متوقع يمكن كان يسوي افضل من هالشيء. كنت متوقع افضل من هالشيء. يعني كأنا اعرف مارلت، عرفت؟ يعني اذا انا ما عرفته الحين ايش فائدتي وانا ركوب سباقات البحرين؟ لا حبينا ان نحافظ على المركز اللي احنا عليه، ولا نخسر البوديوم كله، لان مارلت تمنا نتبعه مرحله، كل مرحله كل نقطه تبريد. ونسال عيسى، طبعا قال عيسى الحصان ما اقدر اضغطه ازيد من هالبيس اللي انا عليه. يعني كان يمشي تقريبا 23 مع حصان مسبن، فاحنا ما كنا نبي نخسر اولا تاهيل الحصان مع عيسى، وثانيا ما نبي نخسر الحصان يمشي. مثلا ما كنا واثقين في الحصان ان نقدر نسوي له بوش انه يوصل حق الحصان الاول. وكان ظن الشيخ ناصر صحيح، قال حصان MRM يعني نوعا ما يعني 50 60 70% يمكن ما يخلص حتى لو يوصل الاول. خلينا نلعب على المضمون ونكون مع حصان M7 للفنش، ونشوف اللي له النصيب هو اللي يفوز، وهذا اللي صار. طبعا استبعد حرام بولت طلع. انا ما شفته والله، انا مرشحنا اليوم حتى اسالي جعفر اكيد يوميت لازم تراجعه. لا يوميت ما عندك خيار الا انت تراجعه. لا 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 بخبرك والله انا ترى ما اصير ويا اي حد. لو انا عندي مثلا حصان واشوف حصان اسبق عني ارشح حصان اسبق صراحه انا وياك. اما بولت بحكم اداءه في كاس العالم لا والله ارشحه. كيف ما رشحني؟ صح مليون بالمية. ما شاء الله كان مترهي المرحله قبل الاخيره، حتى جعفر قال لي ترى انا سايرتهم وما زدت البيس بس الحصان كان فيه انه يروح ازيد، وكنت واثق اذا طلعت في اخر مرحله بقدر اخذ من الحصان اللي عنده، وعنده كان مخزون يقدر يركض في اخر مرحله بسرعه عاليه. بس ما حالفنا. زين اختصر لي سباق اليوم، اوصف لي اياه بكلمه او كلمتين. بكل امانه؟ ايه. كيف اقول لك؟ يقولها نفس ما هي بدون ما تفكر فيها وايد. سباق بدون نكهه. هاي ما فيها نكهه. الاول بحضور الملك، بحضور الشيخ ناصر. هني لها نكهه، يشجعون المدربين والحنمان نعرف انه يعني الشيوخ عندهم اشغال وعندهم اشياء يعني اهم من الخيل، يعني اشياء الدوله. بس احنا نبيهم غصب. لا بعد مو بدوم، بعد ما نكون طماعين دوم، بس يعني هالسباق من غير شيوخنا ما لها لذه. يكون السباق ميت، انت روحك ملاحظه، السباق ميت ما في حياه. بس مشاركه ابو فيصل ورجعته اكيد بترد لنا الحياه في سباق اسبانيا. طبعا مشاركه الشيخ خالد بن حمد الله يطول عمره، ان شاء الله نتمنى له التوفيق وان شاء الله بيسبق، وهالشيء فرحنا انه هو رد حق السباقات، ونشوفه بكره مشارك في سباق اسبانيا وان شاء الله انه يتوج الاول. تشوف ستار مناسب حق الشيخ خالد؟ ستار؟ اي مناسب له. حتى اليوم ركبه هادئ ويا الحصان. الله يوفقه ان شاء الله بكره. والله حصان ستار متفائلين فيه من قبل يمكن سنتين. وان شاء الله يعطينا اللي احنا يعني متوقعينه منه من فتره طويله. حصان طيب، حصان يتميز بقلب زين. حصان هادئ. حصان عنده خبرة، بقى التوفيق. أعرف ستار بس مو هاي كان سؤالي، كان سؤالي ستار يناسبه يعني. إي نعم يناسبه، الحصان يناسبه، والشيخ خالد بن حمد الله يطول عمره فارس متمكن، وما أعتقد إنه في خيل ما بيقدر يعرف شلون يتعامل وياها. لا لو ما كنا بنختار له ستار مثلا، أو ما كان هو بيختار ستار، كنا بنختار له من الخيل؟ هو متأهل على ستار 160 ومتأهل على حصان ثاني، بس الحصان الثاني ركب في وينزر. وين كان؟ في شيطان. بس الحصان هذا مو متأهل حق ال 160 فناسبه أكثر، وهو اختار الله يطول عمره مسافة ال 160 فالحصان المناسب كان له ستار. الشيخ الدعي اختار له ستار؟ والله هالامور انا ما اعرف عنها الصراحه. انا احس يعني شيخ الدعية قناعه يركب ستار. والله ان شاء الله اذا الحصان من صالحه ان شاء الله يتوفق فيه. ان شاء الله. ومتفائلين ان شاء الله. على الرغم من الامال الكبيره في ستار، بس نقدر نقول اليوم خذلنا لا ما تقدر تحكم انت تقول استار خذلك، لا صحيح طبعا. يعني احنا استار كنا نشوف الشيء ولحدنا احنا نشوف الشيء، ولكن هذه الضلع وارد والاصابات وارده على جميع الخيل. هو المشكله من المرحله الاولى يعني في خيل ما توصل حتى للريس، يعني تفحص العصر ثاني يوم ما توصل للريس. وهذه وضعنا كان في 160، والاكيد في 120 وضعنا بيكون غير، لان عندنا فلامبو اديداك. فلامبو ويا سلمان؟ ويا سلمان ان شاء الله باكر الله ما يندرى بكره بيبين. فلامبو ان شاء الله يعني رسمي يمكن يرجع سلمان البحرين؟ لا ما يمكن او سلمان يرجع ما عنده، بس يعني ان شاء الله مره ثانيه. أنا اليوم البلان مالي مو فوز، ما عندي أي حدا طالعه. أنا اليوم هدف مالي كان إن أنا أدخل وأأهل نفسي فوق ذي الحصان حق بطولة العالم 8 سنوات. بس البيس خدمنا اللي إحنا كنا مسوين عليه بلان إن نروح نمشي فيه ونخلص. إيه بس قبل لكن شفنا السباق لا ماشي على اللي إحنا قاعدين نروحه، فليش إحنا ما نجازف ونروح؟ إيه بس بقول لك شيء، فيلبو إذا بنحطه في كفه وبنحط امير في كفه يوم للمرحله الاخيره يوم طلعون، انت من داخل قلت لا الخوف من امير ولا من اللي راكبته الاسبانيه؟ كانت عندنا المنافسه الاسبانيه، فاحنا كنا حاطين البال وياها، فمشينا على الخطة، خطة المدربين اسمه الشيخ ناصر طبعاً. تمينا وياها لين آخر يمكن تقريباً 10 كيلو. بس هي الآخر 10 كيلو كانت وياكم؟ كانت ويانا، إيه خليناها ويانا، لأن حصانها ما شاء الله عليه من نحرك يحرك ورانا، بس ما يجدم، ما يروح قدام. أوكي. إيه الحصان قليص، يعني هاللي لاحظته طول السباق إنه هو يتم ورانا. فعلى هالشيء يعني اللي لاحظناه قلنا خلاص بنتم وياها للفنش، وهاي اللي صار. انت توقعتين فيلبو اللي راكبه سلمان بيأدي نفس هاي الاداء؟ لان اللي عرفته انه شوي الحصان له حركات، الحصان شوي شيطان، وهو شيطانته من خوف، حصان مثل ما يقولون جبان على قولتنا، فيخاف، فمن كذي اللي في يمين يصير في التراك. حصان خطر ترى، مو سهل ركوبه، اكون وياك صريحه. حاولت اركبه مره حصان قوي ما شاء الله عليه، كنت متوقعه هالاداء منه، لكن ما توقعت هالفنش منه ما شاء الله عليه. يعني شفنا الفنش ترى اللي صار، يعني اخر 4 كيلو، اخر 4 كيلو انت ومنال، اخر 4 كيلو انا حطيت البيس، وانا اكون وياك صريح انا حاولت اني اخذ اللفه اللي هي الشارب اكون داخل، لان اذا انا صرت داخل انا بسيطر في الستريت، انا بكون قدام فسيطرت. خبرة فارس؟ لا بالعكس أنا بالعكس، يعني احنا كنا متخوفين ان الحصان، نعرفه ان الحصان عنده بعض الحركات في الخليج ما عودنا عليها، ما تخوفنا على منال كفارسه ان سبحان الله الحصان اول مركض له في اوروبا انه يسوي هالحركات اللي متعودين عليها، ولكن الحمد لله منال صراحه درجات 100 على 100 تاخذها. مو انا عبد الرحمن اللي اقيم منال اخبر مني واقدم مني. هاي اللي انت عن الكلام اللي شرحته خبره فارس. مو بس اي فارس بتركبه في محاك بتركبه سباقات لازم يعرف الشغله، مو بس انا. يعني ليش منال ما سوت هاي الحركه؟ ما ادري. ولا انت ما اعطيتها مجال؟ لا ما اعطيها مجال اني افوز، فينش لاين شفتها شفت الاول لما يصير الاول الهدوء في كل وقت مطلب، الهدوء في اللحظة اللي ممكن تغير مسار مطلب، الهدوء وقت الخذلان واجب. إذا كنت في مكان ما يسمح لك تكون فيه غير هادئ، وقلت لكم في البداية إدراك الثانية صعب والإيمان بالممكن أصعب، بس في النهاية الذكي اللي ممكن يتعامل مع الوقت الضايع وكأنه كل الوقت. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.